السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة، حلقة جديدة سنبدأها من جدول مواجهات الجولة 23 من دوري نجوم العراق. الكابتن حسين عبد الواحد يعود إلى الزوراء بعد انتهاء سوء التفاهم مع المدرب عصام حمد. استمرار بالنتائج الإيجابية هذا يجب أن يعود الزوراء إلى النتائج الإيجابية. تدري مرحلة الأولى كان نتائج متذبذبة، فوز تتعادل تخسر تفوز تتعادل تخسر، فهذا شيء مو لائق بفريق جماهيري مثل الزوراء. إن شاء الله طموحنا بعد أفضل وأفضل، يعني أكيد مباراة مهمة مع فريق الخوجة، فريق محترم، أيضا فريقنا فريق محترم. هاي المباريات مال دوري إن شاء الله راح تكون حافز للاعبين وحافز إنه بحيث نرجع لوضعنا كنادي زوراء واستقرار بالنتائج لحد ما تجي مباراة الكأس، إن شاء الله يكون كل حادث حديث. حقق لقب مع الزوراء كمدرب؟ أكيد طبعا، يعني الطموح إن شاء الله. الله يسلمك. لاعب الشرطة كرار عامر: طموحنا هذا الموسم تحقيق لقبي الدوري والكأس. احنا تعرف مثل ما تعرف فريق الشرطة هذا اللقب غائب عن الخزائن منذ فترة طويلة، ان شاء الله احنا نسعى بكل قوتنا انه نحقق الدوري اضافة الى نحقق الكأس اللي هو اهم، قلت لك. فالحمد لله ان شاء الله احنا عندنا مباراة نصف نهائي مع فريق النفط، إن شاء الله نسعى كل مباراة نفكر لها بطريقة معينة، وإن شاء الله إحنا طموحنا ناخذ الكأس إن شاء الله. كلاعبين مثل ما تعرف سنتين إحنا أبطال دوري، السنة الثالثة أيضا منافسين على لقب الدوري، فأكيد هذا يعطينا طموح كبير، يعطينا منافسة كبيرة مع فريق محترم فريق القوة الجوية. إن شاء الله إحنا نواصل عملنا والتوفيق بقيام رب العالمين. الحارس مصطفى زهير: إشادة الكابتن نور صبري بمستواي حافز لي. طبعا شهادة من كابتن نور صبري مهينة، كابتن حارس مرمى كبير أسطورة الكرة العراقية، طبعا أنا أفتخر كإشادة من يمه، وما ننسى كابتن عبد الكريم ناعم اللي إجا اللي هو وقفني بالجول، الحمد لله والشكر، من الله التوفيق إن شاء الله حبيبي. اكيد طبعا كابتن نور صبر من على من حرف ملكي عبدل، يعني كل مباراه يتواصل وياي يقول لي هيك وهيك اقدر اسوي، وكذلك الدكتور عبد الكريم ناعم، الحمد لله والشكر جاي نطبق الواجبات، ومن الله التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله التوفيق للجميع ان شاء الله حبيبي، تسليم من الله حبيبي. الخبير الاداري باسم جمال: جدول الدوري متعب وخالي من الرحمه والانسانيه. الدوري متعب والاتحاد أخطأ وضيع سنة إضافية، المفروض يبدي يقلص بعدد الفرق. احنا وضع بلدنا وعدد نفوسنا وعدد ملاعبنا وعدد الفرق ما يصلح عدد 20. هسه إذا تنظر كل الدول، حسا مصر قد أكبر من عندنا وأقدم من عندنا وأعرق بكرة القدم، عدد الفرق 18. ألمانيا 18. الدول الآسيوية والأفريقية ماكو دولة 20 فريق بها عدا العراق، فشيء غريب يعني جدا. المفروض تبدي خطة من الآن، ينزلون سنة الأخ أربع فرق، هالموسم ما ترهم بعد على الموسم الوراء اللي قدام، يعنون ينزلون أربع فرق يصعدون اثنين يصيغوها بطريقة فنية طريقة، وإلى الآن تصير 16 العدد الملائم لنا. ما لها علاقة، سووا شغلة دخلوها بكمبيوتر وطلعت، ما بيها اي رحمه واي انسانيه هاي ان شاء الله، لان اللاعبين كلهم مصابين، بعدنا 15 او 16 دور ونص الفرق تعاني من الاصابات واجهاد وارهاق وصارت مشاكل عديده، والدوري بهالطريقه يعني متعب جدا.
الحكم السابق حازم الشيخ ليطالب بتبادل الخبرات بين الحكام العراقيين والأجانب. التحكيم بالعراق الآن المستويات مختلفة ومتذبذبة، يختلف من حكم إلى آخر. بالوقت الحاضر دا يمنحون فرص لكثير من الحكام الشباب اللي تنقصهم الخبرة، لذلك هذا نوع من المجازفة في منح الفرصة للكثير منهم. أنا أمنح فرصة لحكم أنا واثق أنه يدير المباراة ويوصلها إلى بر الأمان بأقل عدد ممكن من الأخطاء، لكن اللي دا يحصل عكس ذلك. الاستعانة بالحكام الأجانب خطوة جيدة، لكن كان لازم تكون من بداية الدوري بشرط أنه تبادل خبرات. إحنا نستعين خبرات ونستفيد من عندهم، لازم حكامنا أيضا برا يطلعون ويتعلمون ويستفيدون من خبرات الباقين على مود تصير المنفعة متبادلة. وأخيرا المنتخب الأولمبي يواصل تحضيراته استعدادا للمواجهة المرتقبة آسيويا أمام السعودية. من خلال الوحدة التدريبية وملاحظتنا وقربنا على اللاعبين يعني نشعر أنه هناك اندفاع كبير إن شاء الله، وأنا متأكد المنتخب سوف يظهر بمستوى متغير في هذا اللقاء. نعم الطريق صار صعب، لكنه إن شاء الله نكون عند قدر المسؤولية ونحقق ما نطمح إليه ونرضي شارعنا الرياضي بإذن الله. يعني مركزين وجاهزين وإن شاء الله ننظم نتيجة زينة إن شاء الله. تحية أخرى مشاهدين الأكارم، ضيف كورة هذا المساء الكابتن باسم عباس اللاعب الدولي السابق. مرحبا بك كابتن، حياكم الله، أهلا وسهلا بك. حبيبي أخي علي، تحياتي لك ولجميع الأخوان والكادر، وأتمنى لك كل التوفيق. حياك الله. وينك عن الوسط الرياضي؟ صار لك فترة مختفي. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني الفترة السابقة يمكن أغلب الرياضيين يعرفون، يعني حتى بعض الإعلاميين يعرفون انه ابتعادي هو لاسباب عده. اولا يعني بمحصله اللي قاعد يحصل والمشاكل، فما اريد ازج نفسي بدوامه صعب نخرج منها للامانه. اذا ادخل في هذا المجال، مجال المشاكل وقال وقيل والدعاوى واكثر من الامور اللي هي اساسا مو ثوبي ولا طموحي انه اكون من ضمن هذه المجاميع، أبتعد بجهد الإمكان وحافظ على اسمي. اليوم بنيت اسمي خلال 16 سنة، مو بسهولة أنه أضحي به من خلال موسم واحد أو من خلال مو موسم، ممكن أشهر، لأنه كون أنه اليوم الإعلام موجود ومواقع التواصل موجودة ما شاء الله، ممكن يصعدون الشخص في خلال ساعات، ممكن ينزلوا خلال ساعات. أكو ناس تدير هاي المواقع لرفع ناس وإنزال ناس آخرين بالمقابل، يعني أكو ناس تدفع حتى تدير هذه العملية كابتن باسم؟ أكيد يعني أكو ناس، أكو محسوبيات للأمانة، أكو ناس محبين، ممكن أكو ناس مبغضين. يعني كثير من النقاط السلبية اللي موجودة عذرا طبعا، لكن هو هذا واقعنا اللي يعني ما أتمنى أنه يزعلون عليه بعض الإعلاميين أو المحسوبين على الإعلاميين، لأنه هذا الشيء أصبح يعني فاق القدرة الإعلامية، وأيضا أثر على بعض الإعلاميين اللي هم أساس الإعلام الحقيقي. لأنه اليوم أنت من تظهر في برامج أو في أحد البرامج التحليلية أو الفنية، اليوم تظهر ليس للتسقيط، وإنما أنت اليوم العنوان يكفي للتحليل، أما أنت ما تجي تسقط فلان أو مدرب أو كادر أو لاعب، فأصبح المسألة أنه استهداف. فلهذا السبب يستغل من قبل بعض المواقع اللي هم محسوبين أو عندهم مصالح شخصية أو مندفعين من خلال جهات معينة
ان كانت رياضيه او حتى غير رياضيه لتسقيط بعض الاسماء المهمه او الشخصيات المهمه. زين اكو سؤال يدور في ذهن خلينا نقول جمهورك، ليش انت بعيد عن السوشيال ميديا؟ يعني ما عندك صفحات تتواصل من خلالها بالفيسبوك بالانستغرام باليوتيوب ببقيه الصفحات، حالك حال زملائك او جيلك اللي الان منتشرين بهذه الصفحات بالسوشيال ميديا، ايش عجب بعيد حتى على مواقع التواصل الاجتماعي؟ انا اشوف هذا ضياع للوقت للامانه، يعني شنو اتواصل مثلا شنو اللي يخليني اتواصل او انزل في شيء مهم من خلال فيديو او تصوير او في شيء مثلا يخليني انه ظاهر في فيديو معين، شنو المهم مثلا للجمهور؟ تتواصل مع اخبارك، جمهورك، نشاطاتك الرياضيه، تحليلاتك للمباريات، رايك بما يدور بكره القدم، شنو المشكله؟ وين الضير؟ لا شوف اكو ما شوف خليني احكي لك فشيء للامانه، اليوم اكو قنوات واكو برامج مهمه اهم من الفيديو اللي نزلان، لانه هذا البرنامج هو اولا اختصاص، ثانيا يجمع الشخصيات الرياضية المهمة، أصحاب الأمور الفنية والأمور الإدارية أيضا، فنقدر أنه أو يقدرون من خلال هذا البرنامج الجمهور يطلع. فما تحب تضيع وقتك بهاي المواقع؟ أكيد أنا أعتبر هذا ضيع للوقت. شنو رأيك لظاهرة، هي ظاهرة منتشرة بالفترة الأخيرة، لاعبين منتخبنا الوطني الأولمبي بقية لاعبي الأندية بدوري نجوم العراق يبثون بث مباشر على التيك توك فت ساعتين ثلاثة، ومن خلالها يبقى سهر يعني للساعة 2 للساعة 3 بعد 12، شنو رأيك بهذه الظاهرة؟ والله أنا أعتبر هذا الشيء سلبي وظاهرة غير احترافية، لأن أنت اليوم يعني كلاعب منتخب أو لاعب نادي واصل مرحلة كبيرة، يعني اليوم أنا من واصل هاي المرحلة أكيد اللاعبين اللي أقل مني راح يتقون في تصرفاتي ويتعلمون من عندي، فأكيد اليوم أنت من تنشر أو تفتح تيك توك أو ما أعرف شنو هاي المواقع الأخرى، شنو المعنى منها يعني؟ هو فتحت وسولفت وحكيت وأنت عندك تمرين وحدة تدريبية ممكن صباح ومساء، ممكن عندك مباراة، وبعدين والسبب وأنطيك دليل طبعا أنه كثير من المشاكل اللي حدثت خاصة أو سبب لأحداث مشاكل كانت في نهاية آسيا، يمكن اطلعت على الفيديوهات والصور وإلى آخره، حتى مع مشاهير قاموا ما شاء الله طبعا، ما هذا يأثر، هذا يأثر، إذا ما أثر على شخصيتك أنت وعلى نفسيتك أنت ممكن من خلال هذا الشيء راح يأثر على بعض الجماهير، ممكن يأثر بعض على اللاعبين زملائك، ممكن ينطي عدم الثقة انه يابا انت يعني سهران لفترات طويلة ساعة 2 او 3 او ماخذ بعض الصور مع شخصيات ما اعرف ظهرت جديدة على الاعلام واستغلت وجودك وشهرتك ووضعك، كان من المفروض انه يتحفظون. انا احكي بصورة عامة هذا الموضوع انا رافضه بشكل تمام كبير. زين عندك على مستوى باسم عباس مشاريع مستقبلية إدارية فنية بالوسط الرياضي كابتن باسم، أكو فد شيء بالك؟ حاليا لا ما أكو. كان أكو نعرض عليك شيء؟ يعني نعرض عليه بلا طلب نعم، بس أنا رفضت لأنه شوفك علي إحنا خلينا نحكي، أنا دائما صراحة أحيانا تجرح وبس ضميري يعني أرتاح منه، لانه اليوم انت من تحكي الحقيقه لازم تكون شجاع، واكيد راح يكون اكو رد فعل، فلازم انت تكون عندك قوه تحمل وصبر، فلهذا السبب انا اتكلم للامور الايجابيه وليس السلبيه وللمصلحه العامه. انا من اتكلم انه اقول نادي الطلبه انا دائما ارسم خطه استراتيجيه بعيده المدى، وهذا الشيء انا وضحته واكو نقاط عده قدمتها لكن ما تنفذت، نعم بعض النقاط تنفذت بس الاغلبيه ما تنفذت، ليش؟ لانه هي الاغلبيه هي ترسم الـ 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 الخط الحقيقي لمسيره نادي الطلبه، ان كانت ماليه او فنيه او اداريه، لان اليوم انت اذا ما تخطط بهالطريقه هذه تفشل، ممكن تنجح موسم لكن تفشل 10 مواسم، فلهذا السبب انا كانت اكو خطط عندي ويعني جدول كامل انه انا منو ما ساعدك بتنفيذ هذا المخطط لنادي الطلبه؟ والله كثير
والكل يعلم أنت عراب التغيير يعني بنادي الطلبة، وأنت صاحب هذه الثورة وعودة الطلبة إلى الواجهة من جديد، هذه حقيقة تذكر. الله يسلمك. فمن اللي ما خلى المشروع يستمر إلى الأخير كابتن باسم؟ شوف أنا أحكي لك نقطة مهمة، الجمهور طبعا لأول مرة صير الجمهور الطلبة دخلت الشخصيات اللي هي رشحتها بعض الشخصيات الموجودة إلى الهيئة العامة. نعم. صحيح. اللي هي من خلاصة الجمهور، من جمهور الطلبة. نعم. نعم طبعا كان اكو رفض بشكل كبير من قبل الإدارة انه ما ندخله، وانت اصريت في وقتها. نعم اصريت. نعم. في وقتها انه لابد تكون لهم حصة لانه ذول اولاد النادي نعتبرهم. نعم. وهم ترى الاب الحقيقي او مؤسسين النادي او ساندين وداعمين هم على طول الى مدى حياتهم راح يكونوا جمهور. زين. اما المدرب اللاعب الاداري يروح خلاص انت موضوع، بس هم باقين. فلهذا السبب قلت انطيهم حصه في الهيئه العامه ويكونون هم اصحاب الصوت، شو المشكله يعني؟ فكان اكو رفض، فانا بديت يعني تاكد على الموضوع اصر عليه، الحمد لله وشكر قدرت اني اضيفهم. يمكن لاول مره بالرياضه او بالانديه تضاف مجموعه من بعض الجماهير للهيئه العامه. الهيئه العامه، زين. فكانت اكو اضافه ايضا من الوزاره، بعض الشخصيات هم انضافوا، يعني كان اكو خليط. شنو اللي ما تنفذ من مشروعك؟ شنو اللي كنت رايك؟ يعني مثلا الملعب. الملعب. نعم، ابسط شيء الملعب. الملعب تعرف يعني تقريبا 3 مليارات و600 حسب علمي، حسب ما هم يتكلموا الوزاره انه هاي 3 مليارات و600 هي اللي مال التصاميم. اللي لابد انه اي مستثمر من يجي يدفع 3 مليارات و600 حتى يقدر انه ياخذ الملعب استثمار. هذا ما تنفذت، فقلت لهم نخطو خطوه ثانيه، نطلع لجنه من الوزاره تقدر المبالغ لترميم الملعب، ويقدرون الوزاره ينطوا طريقتهم القانونيه لاشخاص او هي الوزاره نفسها. مجرد ترميم. نعم مجرد ترميم. انا شنو اللي طرحته؟ قلت ليش احنا ننطي لمستثمر او ننطي لشخص معين، ليش ما احنا كنادي من خلال اللجنه الموجوده بالوزاره بطريقه قانونيه وتشرف الوزاره مباشره على الملعب بالترميم من حصتنا اللي هي 2 مليار. تمام؟ الرجل يعني كان بوقت وزير التعليم كان داعم بشكل كبير بالامور الماديه، وايضا كان داعم من الكتاب اللي عملناه هو الاستقطاع، فكان اكو رفض. زين الرفض انا بالنسبه لي ما له معنى، يعني هو المبلغ كله قدرته حسب علم 750 مليون. تتوقع اكو تعمد لاستمرار ملعب الطلبه بهذا المكان الحيوي ويبقى مكب للنفايات وخربه؟ اكو تعمد من وزاره، من ادارات، من ناس الهيئه كابتن باسم؟ ولا ما معقول الملعب بهذه الطريقه تدخل له في شي شكله؟ هو مو تعمد بهالصيغه، لكن اكو اهمال، تقصير. تقصير. نعم تقصير اكو. شوف اليوم اكو شخص حاب يشتغل، حاب يوضع بصمه حقيقيه، هذا لازم يندعم. يندعم من قبل الجمهور، من قبل الاداره، حتى يقدر ياثر على الوزاره ومن خلال هذا الشيء يترمم الملعب. عرض اسالك احنا ما عندنا متابعه. اسالك سؤال صريح. نعم. بظل تواجدك بوقتها في نادي الطلبه، ايش قد كنت راسم سقف زمني ويكون الطلبه بطلا للدوري؟ كم موسم؟ بوجودك. موسمين يعني ثلاثه. حقيقه. ايه. يعني مو بطل للدوري. خليني اكون وياك واقعي. لبناء جيل. لحصد عدة مواسم وليس موسم. ألقاب متكررة. نعم. ايش قد كابتن؟ كانت حتى لو مو دوري. كأس، سوبر. نعم. 5 سنوات. 5 سنوات. نعم. بعدها تقطف الثمار. نعم. كنت اعتمد بشكل كبير على الفئات العمرية في هذا الموضوع. يعني كان اكو خليط من الفئات العمرية زائد المحترفين زائد لاعبين بعض العناصر المهمة للمنتخب الوطني. يكون اكو تشكيلة مهمة جدا وراقية. بنفس الوقت الفئات العمرية اللي انا راح اعتمد عليهم هم الاساس. هم اللي راح يصيرون بعدين مستقبلا بالخط. زين. بالضبط. هذا المشروع بعده مستمر؟ يعني بعد 5 سنوات نلقى الطلبه بطل؟ لا لا ما تنفذ. تهل. ما تنفذ. لا ما تنفذ. لا لا ما تنفذ. ما استمرت عليه. شوف لله. انت اليوم متخطط لازم تكون عندك شنو؟ سقف مالي. تمام؟ عندك لازم اموال. هاي الاموال ترصد خلال هاي ال5 سنوات، تمام؟ هاي تدرس مع المعنيين بالوزاره، تخصص من كل موسم مثلا، من كل موسم يخصص مبلغ
انه هذا المبلغ احنا نخليه لبناء الجيل. واضح. شو وقت اشوف الطلبه بطل الدوري؟ ما صعب. صعب، عندك ناس تنافس، عندك انديه تنافس، تدعم، تنطي، عندها اجتهاد، عندها ناس تعمل ليل ونهار تجيب لاعبين محترفين، تستقطب لاعبين عراقيين حقيقيين اللي هم من المنتخب او من المواهب الموجوده بالدوري، احنا ضعيفين حتى بالعلاقات ضعيفين، يعني حتى ما عندنا شخص بالاتحاد عنده علاقه مع الجميع، ممكن مؤثر ما عندنا، مؤثر بالوزاره ما عندنا، فهذا ياخرنا. طبعا لان شكو نجم دولي محبوب يدخل للهيئه المؤقته او داخل اداره الطلبه يبعد. عزيزي وكانما ما يريدون لاعب يبقى بالفريق او بهذا الهي. شوف انا اللي اتفاجئ بي يعني اتفاجئ يعني دكتور اوجه له تحيه، دكتور صلاح رئيس النادي، انا اللي جبت له يعني رئيس الطلبه. نعم انا اللي رشحته من خلال الكلام مع سيد احمد الموسوي، وكان اكو كلام انه لازم نرشح شخصيه مهمه، شخصيه محبه تكون للنادي، تقود الطلبه للمرحله المقبله. بالضبط زين. فانطرح الموضوع على دكتور صلاح ورشح لي اياه، انا ما كنت اعرفه للامانه، فسالت عنه قال خوش انسان وانسان يعمل وعنده طموح، فكان الترشيح والرجل حكيت وياه واجى صار رئيس نادي. بعدها كان دكتور علي حميد، ايضا انا بادرت بشكل قوي انه يكون متواجد، وايضا سالت عليه عده شخصيات داخل الوزاره وخارج الوزاره، فايدوا انه وجوده وكذا هذا. فمن اجى يعني الدكتور علي شوف الرجل جدا يعني محترم ويعمل، لكن كان اكو يعني ناس توصل له كلام مغاير للحقيقه، عرفت؟ فهو كان يعني بعض الاحيان يستمع، فانا دائما كنت اتكلم وياه اقول له استمع من عندنا احنا الاقرب، لا تعتمد على لانه البعيدين عندهم مصالح، تمام؟ الاقرب لا، مصلحه واحده، لان احنا كتله واحده، المفروض مصلحتكم مشتركه الطلبه. بالضبط. مو هيك؟ نعم هو هذا فهو كان يستمع لبعض يعني الاشخاص. هسه الرجل يجوز يعني مو ذنبه، ممكن الذنب يعود للي يوصل له، اللي هم كم شخص انا اعرفهم بالاسماء اللي هم اساسا بنادي الطلبه. صلاح الفتلاوي. لا الرجل دكتور صلاح الفتلاوي اول موسم من اجى يعني بالهيئه العامه، اقصد لك العفو بالهيئه المؤقته، من اجى الرجل اعطاني كل الصلاحيات وهذا اللي اسسته اني. ليش هسه ماكو نجم الطلبه بالاداره؟ ما اعرف، هسه ممكن اكو تغيرات صارت، انا حسب علمي يعني حسب ما يوصلني انه يعني كل شخص. فقط الكابتن خلف كريم موجود حاليا، يعني حبيب طلع بصوره او باخرى، اجى وراه رياض مسهر طلع، باسم عباس في وقت السابق طلع، بالتالي نجوم الطلبه ماكو الان. هسه الاسباب معروفه، اذا انت عندك علم يمكن، اذا الدكتور رياض او كابتن حبيب ما حكوا الاسباب عندك؟ يقولون ما حد يسمع كلامنا. فنيا احنا اهل الاختصاص ما حد يستشيرنا. اصبح شنو؟ يروحوا يستشيرون الغرباء اللي ماله. وهذا اللي انا تكلمت عليه هسه، هذا اللي تكلمت عليه. زين انت جايبني مثلا شنو مثلا؟ بس اسم تواجد خلاص؟ زين قبل قليل سالتك قلت لك انعرض عليك شيء اداريا بالرياضه؟ قلت لي الطلبه عرضوا علي قبل فتره، ايش عرضوا عليك يا منصف حتى اسجل هذه النقطه؟ والله انعرض علي مشرف. مشرف فريق؟ نعم. منو اللي عرض بالتحديد؟ منو اللي رايد؟ ما اريد اذكر اسمه. لان هو قال لا تذكر اسمه اساسا يعني. ورفضت؟ اي رفضت. قال اذا توافق حتى اطرح الموضوع بقوه و... ليش رفضت؟ رفضت لانه انا عندي نقاط شروط ابو حسين. نعم. اليوم انا من ادخل في مجال انجح به، وما ادخل في مجال افشل به. هسه انت حكيت حكايه منطقيه وانا تكلمت بها. قلت ما يستشارون؟ يروحون لوين؟ انهم خارج اسوار النادي. زين شلون انا باكر من اجي اقدر انه يلبوا لي شروطي او النقاط اللي انا انجح بها مع النادي او مع الفريق؟ انت صعب كابتن بالعمل، يعني لا تجامل لا تقبل. كل صعب. مو؟ نعم كل صعب، لانه انا اليوم اريد انجح، اجامل افشل. اجامل ممكن حتى مدين. مو من هذا النوع. اكو ناس مدت ايديها؟ هسه بعد راضيه من رب العالمين، هو يحاسبهم. عندي معلومه اكد لي اياها او انفيها. هسه انت قلت لي انعرض علي في نادي الطلبه شيء مشرف مع منتخب الناشئين، منتخب ناشئين العراق، انعرض عليك شيء كابتن؟ والله اكو لاعب اتصل علي، لاعب قريب على يعني على كابتن يونس للامانه. قريب من يونس محمود؟ نعم. زين؟ اتصل علي قال اتصلوا عليك من الاتحاد، قلت له لا ما اتصلوا علي، ليش؟
قال مرشحيك انت وكابتن جاسم محمد غلام انه تكونون يعني مشرف على المنتخب. انا قلت له مشرف منتخب ناشئين. نعم هذا الكلام اللي على هو حقيقه وكلمة. اقرب لاعب ليونس محمود هو سامر سعيد هسه بدون ذكر الاسماء واضحه. فانا قلت له انا بالنسبه لي ما يعني ما انطر على اي موضوع ولا وما خابروك بس فقط لا هذا لا التواصل الوحيد. نعم. ولا انعرض اسمك ولا شيء. ما عنده اي معلومه بعد بس مجرد هذا قريبه هاي بزمن احمد كاظم. لا قبل ايه بزمن كابتن إيه؟ يعني بهذا المنتخب قبل تقريبا شهر اقل شهر شهر إيه؟ ولحد الان ما صار فد شيء معين. لا 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 ما صار اي شيء. طيب خلي نحكي نبقى بالطلبة. عاجبك وضع الطلبة بالمركز التاسع بالدوري الآن؟ عاجبك انت؟ أي واحد ما عاجبه حتى عشاق الطلبة ما حافي. شوف أنت اللي بعيد ما عاجبك شلون أنا القريب يعجبني؟ فأكيد ما يعجبني. اليوم أنا أشوف أنجرح دائما وتأذى وتألم من يسألوني في يعني حتى عند خروجي يسألوني إنه نادي الطلبة كذا ومرحلة صعبة ونادي ما نهض ونادي يعني خل اقول لك بين قوسين متفلش ان كان اداريا او فنيا. هذا كلام اللي يدور. اتالم اقول ليش يعني وصلوا النادي الطلبه لهاي المرحله؟ نعم ممكن عندهم طموح هم الناس هسه ممكن يشتغلون عندهم طموح انه يوصلون لمرحله المراكز الاولى لكن بدون تخطيط ما راح يوصلون. ممكن تمشيهم مرحله ممكن فتره معينه لكن بعدها يبدا الهبوط. لابد التخطيط يكون موجود. اي التخطيط يجي من تكون اكو اداره كابتن، اداره مستقره مستمره. انت قابل بوضع نادي الطلبه هيئات مؤقته متعاقبه بدون هيئه اداريه رسميه؟ عزيزي اليوم التخطيط ويرسم خطه استراتيجيه بعيده المدى ان كانت اي اداره متواجده مؤقته دائميه لازم يمشي على هذا القانون، لازم يمشي على هاي الخطه. ليش؟ لانه انت اليوم من يشوفها صح شنو المشكله اذا مشيت بيها؟ ما هاي نجاح لك صح ولا لا؟ طبعا. لكن الاجتهاد اللي قاعد يصير القرارات الفرديه اللي قاعد تصير بدون تخطيط هي هاي اللي يتاثر. بعدك عضو هيئه عامه بالطلبه؟ والله حسب المعلومه اللي وصلتني مطلعين. طلعيك؟ نعم صدق عود؟ والله حسب المعلومه وصلت. هذا التعب والثورة والتغيير وعودة الطلبة إلى الواجهة كلها راح بشخطة قلم باسم عباس خارج الهيئة العامة مع الطلبة؟ حسب المعلومة. وما سويت شيء ولا تأكدت؟ لا لا إذا أسوي شيء يتأذى يعني تتأذى الإدارة قانونيا. بس لولا باسم عباس هاي الإدارة ما موجودة وأنت تعرف بالعافية عليهم. أنا أقول لك أنا شو عنده وياهم الله يوفقهم. بالعكس انا داعم لهم لكن حسب المعلومه اللي وصلت انه شايلين من العام. تقصد اذيهم قانونيا؟ لا لا بالقانون اذيهم لانه اليوم انا عفوا اليوم انا بالهيئه العامه شنو الاسم بدون علم على اساس على اساس بدون تبليغ او بدون حتى اعلان معالين انه عليهم الاشتراك عليهم تجديد الاشتراكات او عندهم مثلا خلاف قانوني او امور كثيره يعني. بالمقابل انا اذا قمت دعوه ممكن يكبر الموضوع ممكن يصير فشي يعني على الاداره تحل الهيئه المؤقته او ممكن يعني افهم من كلامك وضعها القانوني مو سليم. هسه انا حكيت بالنسبه لي بالنسبه للشخص انا عكسي انا من اجيت كل اللي كانوا برا وطالعين رجعت كل بدون استثناء وايضا دفعت لهم اشتراكات بوصولات واثباتات حتى الوصولات عندي. زين خلينا نحكي فنيا شوي عن الطلبه مع احمد صلاح. عاجبك الطلب؟ اشوف احمد صلاح كابتن احمد الرجل طموح وعنده هدف والهدف انا اتوقع يوصل له لكن راح يعاني ولازم يكون اكو دعم له. احمد صلاح لازم يكون عنده شخص قريب عليه. شخص صاحب كلمه شخصيه عنده صلاحيات لانه انا مو دائما اخلي الكادر الفني هو بالواجهه وهذا اكبر سبب. اليوم انت من عندك مشرف قوي وصاحب كلمه على وسلطه عنده سلطه لانه المشرف لابد انه يكون عنده سلطه او تخويل من قبل الاداره بقرارات مهمه داخل الفريق. ف
لهذا السبب قلت لك احمد ما راح يمشي فتره طويله. لانه ما مسنود بالضبط او ما محمي. يعني من يا ناحيه محمي. يعني ما عنده مشرف يحميه وهو اللي بالوجه يمشي الامور الفنيه ويتواصل مع الاداره ويقوي الفريق. حلقه التواصل حلقه التواصل. انا مو كل شيء احمد صلاح احمد صلاح، مو صحيح مو صحيح. اليوم اكو كل واحد وعمله. انا اليوم احمد صلاح اموره اختصاصه فني، اكو شخص ثاني اموره اختصاصه اداري. انا ما يصير الاداره احولها للفني. وللامانه رغم انه كابتن خلف كريم حتى نحكيها للتاريخ ما مقصر، بس هو رجل يقول انا ترى فني بس انا اريد امشي هاي المرحله حبا بالطلب. شفت هم خلف الله عليه الرجل مشكور. يعني هو الرجال مختصاص اي جايبيه مخليه مكان مثلا مو مكان، هسه خلوه يستفادوا منه فنيا، بالعكس يستفادون منه فنيا، خلوه مع الكادر الفني شو المشكله يعني؟ صح؟ خطوه ابعاد علي فائز ووقاع رمضان من الفريق فريق الانيق شنو رايك بيها؟ ما كان بوقتها. مو بوقتها؟ نعم، كان اكو باستعجال، كان المفروض تخلص المباراه يلا. استعجل احمد صلاح؟ انا يعني حكيت له استعجل. قلت له؟ كان المفروض نعم، كان المفروض ياخر القرار، يعني بعد المباراه ممكن يعاقبهم. مباراه مهمه قمه، انا ابعدهم بهذا الوقت ممكن ياثرون على بعض اللاعبين، ممكن ياثرون حتى على ردم المباراه. لو متواجدين ما اعتقد راح يقصرون. بالعكس مباراة مهمة وجمهور ومنقول من تنزل راح يكون عنده دافع ممكن يعكس لك الصورة اللي ظهر بها سابقا وأساء وعاقبته، ممكن يصالحك بهاي المباراة. فلهذا السبب أنا كنت يعني ضد هذا القرار. شنو اللي وصل أحمد صلاح لهذا القرار للاعبين بحجم علي فائز ووقاع رمضان؟ الضغوطات. الضغوطات من؟ الضغوطات اللي هي مو صلاحية أحمد يتدخل بها، كان من المفروض صلاحية المشرف. فلهذا السبب انا ما اجي كل مشكله انقلها او كل مشكله يتخذ بها قرار المدرب. انا اليوم مشرف من واجبي انا اصلح، من واجبي ابعد المشاكل عن الكادر الفني، من واجبي اجمع اللاعبين، يعني دائما اخليهم روح واحده، هذا اللي واجب المشرف. انا مو كل مشكله تعال كابتن احمد اتدخل تعال، مو صحيح. لازم اكو خطوات خطوه خطوه تدرج بها بالاخير توصل لمن؟ للكادر الفني. كفريق عاجبك الطلبة؟ والله عنده عناصر جيدة للأمانة، بس تنظيميا مو فنيا، تنظيميا ك يعني نوعا ما إداريا، يعني أنا أقصد لك أكو بعض التقصير. دورينا شلون تشوف هذا الموسم؟ من يا ناحية؟ فنية تنظيمية يعني جيد جيد بس راد وقت، راد وقت يراد حتى يعني الحكام. انا دائما اشكر على هذا الموضوع، يراد دائما الحكام يدخلون في دورات تحكيميه، المفروض يروحون في دول. يعني انا اشوف كابتن علي انا اتالم من اتكلم هذا الموضوع، يعني جايبين حكام اجانب او عرب يحكمون مباريات. ليش ما انا اجعل هذا الشيء العكس؟ ليش ما انا اجعل بعض الحكام عايش على شكل نعم على شكل مجاميع؟ يعني كل ثلاث اربع اشهر ابعث مجموعه، شو المشكله يعني؟ بالمناسبه احنا الحكم هم حلقه ضعيفه عندنا بالعراق، حاله حال المدرب. طبعا حقوقه مسلوبه، فلوسه ما مدفوعه، ارزاقهم محاربين بيها، والله ما توفق مباراة. أريد أسألك بتصريح الخبير الإداري باسم جمال، يقول جدول الدوري متعب وخالي من الرحمة والإنسانية نتيجة ضغط المباريات، لعب بأجواء. شوف أنا معاه بنقطة، كان من المفروض تقليص الفرق، عدد الأندية. نعم عدد الأندية واجعلهم 16 فريق، أنا هذا رأيي. لأن اليوم أنت كل ما حصرت الفرق والأندية كل ما انت انطيت طابع ايجابي للدوري. اولا تقدر انه الوقت تسيطر به، ثانيا تقدر انه او تظهر لك انت تحكي تنظيميا ومصلحه الدوري. طبعا عم الناس تفكر 20 صوت بالهيئه العامه شلون ينزلون منهم ارباح انتخابات، صح لو انا غلطان؟ مو هي ابو حسين هي مشكله اليوم، المصالح تغلبت على المصلحه العامه، المصلحه الشخصيه تغلبت على المصلحه العامه. فأنا دائما أتكلم يا أخوان اجعلوا
احنا هسه بنقول العراق يقول لك هذا وطني. اجعلوا كرة القدم العراقية امام عيونكم يا اخوان، اجعلوا المصالح العامة قبل المصلحة الشخصية. ترى المناصب ما دايمة، خططوا صح، ارسموا صح، ابنوا لكم فشيء ايجابي لتاريخكم لاسمكم، باكر يذكركم التاريخ. ليش دائما انا ابحث عن الكرسي؟ يا اخوان الكرسي خلي يبحث عنكم، من بحث عن الكرسي فشل. خلي الكرسي يبحث عنك، انت تستاهل المنصب، تستاهل انه تجلس على هذا الكرسي. هذا الكلام للجميع، للجميع بدون استثناء، رساله لكل الاتحاد، لكل الاتحاد بدون استثناء. من تركض ورا الكرسي يا اخوان والله تفشل، صدقني تفشل بالاخير، تفشل ما بيها مجال. شنو تقييمك لعمل الاتحاد خلال هذه الفتره؟ يعني من استلامه لغايه اليوم. يعني الاختبار حقيقي لحد الان ما ظهر. ما ظهر. نعم. بس هو كعمل شنو من وجهه نظرك الاختبار الحقيقي؟ الصعود لكاس العالم؟ لو لين ما اخذنا كاس اسيا او منافسنا، لو وين الاختبار تقصد؟ لو بالدوري؟ لا مو بس صعود كاس العالم، شوف انت اليوم انا بدايه استلامهم للاتحاد دائما يتكلمون انه 2030 نخططوا. تصريح يونس الشهير هذا. لا مو بس يونس، يعني يونس قال 2030 نصعد الكاس العالم. اي بعض الاعضاء. زين 2030 اوكي، هسه المنتخب اللاعبين الموجودين منو؟ معروفين جيلنا لاعب المنتخب الحالي. يوم رجعنا نفس ال حالة جيل ساو. يا اخوان انت جاي تخطط وباقي لك كم سنه؟ 6 سنوات مضبوط؟ 6 سنوات ايش تبني بجيل؟ 6 سنوات جيل، انا اقصد لك منتخب جيل. يراد لك وقت، يراد لك هسه تخطط صح، يراد لك هسه تظهر العناصر الحقيقيه من الفئات العمريه. فد مجموعه معينه يضاف لهم مجموعه من خلال الدوري، وتخطط ل 2030 انه دول انا اعتمد عليهم. زين اذا منتخب 80 لاعب تغير يوميا، جاي لاعب طالع لاعبين، ماكو استقرار اساسا، شلون تبني؟ شلون تبني؟ بالاخير رجع على بعض اللاعبين. هسه انا داعم للكادر التدريبي وداعم للاعبين والاتحاد، لكن التخطيط مهم بهاي المرحله. زين فالعمل الحقيقي والاثبات وجود ما ظهر. سمعت لك تصريح سابق او حديث تقول له الامر بيدي، ابقي 9 لاعبين من المنتخب اللي شاركوا باسيا فقط، 9 صح؟ صح. يعني 23 لاعب برا تبقي منهم 9 صح؟ عاجبك صح؟ بقية ما يستحقون منتخب؟ مو ما يستحقون، يحتاج لهم، يحتاج لهم عمل، يحتاج لهم هم يشتغلون على نفسهم. لان انا اليوم انا باوع منتخب بصراحه اباوع للاعبين المميزين. انا ما باوع انه مسحوب فلان منتخب يستحق يلعب، لا، اباوع اللاعب المميز اللي يستحق واللي يقدم. هذا اللي اختار اني بتشكيله المنتخب. انا ابحث عن نوعين مو على العدد، والدليل كاساس لحد الان يبحث عن لاعبين، والتغيير مستمر، وعندنا مراكز بها نقص، والتغيير مستمر، قلب الدفاع، والتغيير مستمر. فهذا كلامي قرب يونس محمود وعدنان درجال من المنتخب، شلون تشوف؟ طبيعي يعني مو فد مشكله، يعني القرب يعني ما بي اي اشكال، يعني يقول لك الدعم، انه رئيس الاتحاد موجود، نائب رئيس الاتحاد موجود في كل بطوله، في كل مباراه، احنا جاي ندعم المنتخب، ما مقصرين وياه. هاي الرساله اللي نوصلها. بالعكس ايجابيه سلبيه؟ لا 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 ايجابيه، لانه هذه فسرت، يمكن انت متابع او ما متابع، خاصه بالمباريات الاخيره بعد استدعاء عدد من اللاعبين، قالوا يونس يتدخل بالتشكيله، يمكن سمعت بها. لا سمعت بها. شوف ما شوف كابتن راح بعد كابتن يلا يعني بعد هناك عندنا لعبه زين. بالنسبه ليونس او كابتن عدنان درجال، للامانه ممكن انا اقول لك ممكن كابتن عدنان ينطرعي، ممكن يتدخل. نعم ممكن، مو ينطرعي. التدخل شيء والراي شيء اخر. زين تمام. لكن يونس لا ما يتدخل، لانه يونس اساسا هو مبتعد من هذا الشيء. ليش؟ لانه شكو شيء يصير يا يونس يا طلبه يونس. فلا سبب يونس طلبه يونس الواطخ، فلهذا سبب يونس مبتعد. فمنو اللي صاير بالواجهه؟ كابتن عدنان. ترى كابتن عدنان ايضا الكلام عليه انه يتدخل ونزل تشكيله. فكابتن عدنان ممكن يطرأيه، بس هو من يطرأيه رئيس اتحاد،
مسؤول عن المدرب ومسؤول عن شنو المشكله اذا انت رايي مثلا تناقش فدرة. اكو فرق بين ان تعطي استشاره وبين تفرض. لا ما اقترب ماكو ما اعتقد. لا على طاري اساس هو تصريحه ايه؟ هو صرح على طاري يونس ما يتدخل. هسه تذكرت تصريح لكابتن رياض عبد العباس قبل فتره طلع ببرنامج يتذكر حقبتكم وايامكم، قال يونس ما له علاقه بالمنتخب ولا يتدخل. من كان لاعب نعم اللي يقود القضايا والتفاصيل وقاد المنتخب عشان تكرم بزمن بورا، مو يقصد بكاس القارات؟ كاس القارات نعم. ايه صحيحه نشأت هو الكل بالكل بالمنتخب؟ لا ماكو واحد كل بالكل، يعني يقود هو وضعه مو يونس. لا لا مستحيل، لا مستحيل هذا الكلام. انا بالنسبه لي اشوفه مو صحيح، لانه اليوم انت من قلت نشأت الكل بالكل او اخو الدكتور قال الكل بالكل، لا ما كان هو كابتن رياض كان مدير اداري في وقتها صحيح؟ مدير المنتخب مدير الفريق اي بس مو الكل بالكل، ممكن كان يترجم بس ممكن كان يترجم المشكله يعني بس ترجم بس مالي يعني ينزل تشكيل وغيره. لا مو ينزل لا شنو بس هو القائد الحقيقي للمنتخب بالملعب وبرا الملعب. يونس فقط كابتن هسه كقائد ايه. تختلف اصبحت هسه اختلاف كان. بس مو الكل بالكل انه هو مثلا يفرض أو يعني من تصير مشكله نشأت يحلها بالغرف بالتفاصيل بين لاعب ومدرب. شنو المشكله بالعكس صحيح هي جاي اسال احنا احنا, احنا يعني وهاب ليه كان موجود؟ ايه ترى مو كان موجود لو انا غلطان ما اعرف بزمنكم ما اتذكر كان موجود بهذا الجيل اعتقد كان موجود 2009 ايه ما اعرف انت اعرف غير مو فريقك منتخب. لا انا اقصد لك انه كان عندنا لاعبين بس وين ب 2009 لاعب عبد الله؟ لا 2004 انت وين رحت؟ 2004 رحت الاثنين اقول لا رحت 2009 بورا انتم جيلكم هيك الصفوه هاي. لا شوف نشأت ما يتدخل بس اكو امور مثلا احيانا يحتاجوه في مواضيع معينه يترجم بها، بس انه يتدخل والكل بالكل مستحيل، لانه ما عندنا احنا بالمنتخب اللي هو جيلنا جيل 2007 الكل بالكل شخص، حتى يونس ما كان الكل بالكل. كان حتى اذا عنده راي اغلبكم كان هو مؤثر وصاحب كلمه؟ يعني قائد في مكانه؟ نعم هذا الجيل؟ نعم نعم كان اكو بيناتنا يعني كنا احترام بالقرار. زين خلينا نقول قبل سنة من الانتخابات المزمع اقامتها لاتحاد كرة القدم، انت شخصيا كباسم عباس مع ولاية جديدة لعدنان درجال؟ والله شوف رأيي هواي صفون كابتن باسم بالاجابة. رأيي راح يصير اكو اكو تتوقع تعطيني اجابة مباشرة لو اي لو لا؟ لا شوف راح يصير مو انت ما تقدر تعطي اي او لا لانه بها عده خيارات. تفضل انت مع ولايه جديده. نعم راح يكون اكو تنافس. راح يكون اكو تنافس. طبعا يكون اكو انتخابات لازم يصير فيها تنافس. إيه فما انت رايك مع ولايه جديده؟ يعني قصدك كداعم مع التجديد لتجديد كابتن عدنان درجال؟ هسه ممكن يجي واحد افضل منه. انا ما اعرف احنا نشوف من اللي راح يرشح. يجوز افضل منه يجي. طيب. أنت عضو هيئة عامة خلينا نقول بالاتحاد نعم. ورشح عدنان درجال لرئاسة الاتحاد مقابلة منه؟ ماكو مقابلة وفقا لما عمله يعني بس هو مرشح؟ لا أكيد راح يرشح قدامه بس أقول وفقا لهذه المرحلة اللي عمل بها درجال يستحق التجديد لو لا مباو على خيار ثاني مباو على منه منافسة؟ لا أبو على منافسة باو على منافسة نعم لأن ما أقدر يعني معناها تبحث عن الأفضل طبعا إذا أنطيت قرار وجزمت أنه كابتن عدنان اصبحت هاني ساند للعمل كابتن عدنان ممكن يجي شخص افضل منه افضل ممكن احنا من القرار بوقته يجي. سمعت يمكن يعني هاي شائعه بالوسط الرياضي انه بالانتخابات الجديده عدنان درجال عازم على تغيير اكثر من 5 اعضاء اتحاد حاليا، انت مع هذا القرار؟ اكو اعضاء اتحاد ما مؤثرين وما لهم دور بالاتحاد؟ معه معه نعم ايش قد 5 اكثر 6 7 تريد تغير؟ هو ايش قد قال؟ أكثر من 5 تقريبا 8 وصل العدد، قال 8 يحتاج تغيير. أنا برأيي 6 6 نعم. من ضمنهم نجوم كرة القدم. هسه بدون ما تريد تحرج زملائك. إلهم دور محمد ناصر شكرون، غانم هم عربي. هم سبب لعدم إعطائهم الدور. منو السبب؟ هم. ها يعني هو شخصه هو اللي ما مطي دور الروحة. طبعا. أنا عضو اتحاد من حقي لي سلطة ولي نقاط أمشي عليها. يعني ما معناه هو مهمش نفسه. طبعًا. أنا ما شوف
ما يصير القرار دائما يكون بطريقة يعني ما أمثلها بالدكتاتورية أو الفرض، بس بطريقة أنه تسرع الكل صح أو خطأ. لا، أنا اليوم عندي صلاحية كعضو أمشي بها، لا فلان ولا فلان. تكون تستخدمها لصلاحيتك بمكانها الإيجابي. هنا النقطة، هم ما مستخدمين. يعني شكو صغيرة وكبيرة لازم كابتن عدنان هو يوافق عليها. عندي سؤال يا فنيات قبل الانتقال لصورة وتعليق. السؤال الأول، هل سيتأهل المنتخب الوطني هذا العام بوجود كاساس إلى كأس العالم؟ والله عنده أمل. بوجود ثمان مقاعد؟ عنده أمل. عندك أمل. ثمان مقاعد يعني عدد مو هين. مو هين. طبعاً، وفرصة موجودة ومتاحة لهم، بالعكس المفروض هم يتمسكون بها. تعتبر كاساس هو رجل المرحلة الفنية؟ عاجبك لو ما عاجبك؟ والله أشكر على بعض النقاط. تشكل عليه؟ نعم أشكر على بعض اللي هن، لكن أنا داعم. داعم؟ نعم. بس شنو النقاط اللي تشكل عليه؟ هسه مو وقتها واحد يتكلم بيه. ليش؟ لاكو دور، لاكو عندنا بطولة، لا لعبة منتخب حتى نستحي نحكيها ونقول تأثر عليهم. لا مو استحي، أنا ما استحي. لا قصدي حتى لا تأثر عليهم. فشنو؟ ما استحي من الباب إنه أنا أحكي كلمة الحق، لا. إيه بالعكس أحكي. فأنت هسه تحكيها بوقت مناسب، ممكن واحد يوصل لها إذا كانت نقاط فعلية ممكن يصححها. لا ليش هو يعرفها؟ ليش يعرفها ما يسويها؟ يعرفها، لا الرجل يعرفها، يعني أكو أمور هي خارج نطاقه أساساً، عرفت؟ وإذا عمل عليها ممكن يسيطر على الموضوع كله. فأنا اللي أريده يعني أوصله أنه أكو بعض النقاط السلبية ما عجبتني، كان من المفروض أنه تصحح. إذا هو ما انتبه المفروض هم صححوا هذا. هذه النقاط اللي أنا أتكلم بها فقط. اللي أنا ما عرفت هي شنو النقاط. بالاستدعاءات، بالتشكيل، بعدم الثبات. هسا انا رجل خارج الاتحاد، منظمه الاتحاد، وانا اشاهد واعرف الـ 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 الامور السلبيه اللي عنده. زين هم معقوله ما ممكن يعرفوها بس ما يقولوا له؟ ليش؟ ممكن يعني ما يصلح له. السؤال الفني الثاني، اجمع المحللون انه المنافسه في هذا الموسم بالدوري بين الشرطه والجويه واضح ملامحها. كابتن باسم يمكن تأيد هذا صح. التنافس، من سيكون بطل الدوري هذا الموسم؟ أنا أتوقع الجوية. منو تتوقع؟ الجوية. القوة الجوية. ايه. على أي أساس بنيت هذا التوقع؟ عناصره وروحه موجودة. ما 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 قاعد أشوفها ورغم المشاكل، بس أشوفها دائما هو قوي. رغم المشاكل. نعم. الجوية سيكون وجود. بطل الدوري. يثبت وجوده وجمهوره ساندة. هذا الحلو بي. الشرطة هم جمهوره ساندة. لا عكس الجوية. الجوية كتلة. الجوية ومع مع الإدارة، جمهور مع الإدارة كتلة واحدة. فهذا اللي هم دائما ينجح به. هذا اللي يعجبني بنادي الجوية، حتى ولد النادي أولاد النادي هم متواجدين داخل داخل النادي. نعم. طيب خلصنا من السؤالين الفنيات، ننتقل إلى صورة وتعليق. الصورة الأولى، شوفوني باسم عباس من يرسم. هذا مجد طلع أساس كرار هذا. صدق كرار لو على الرحيم اللي انت كاتب علي. هو انت راسم من هنا؟ رسمت علي على حسين رحيمه. اي ايه. بعدين طلع كرار جاهز. لا بعدين ايه. ورا ما رسمت طبعا هم ما واخذين بس صوره واحده. ايه. بعدين مسحت علي كتبت كرار. ايه. لان قالوا يشبه كرار. هسه لو موجود هم مسحها اكتب امجد. تكتب امجد عطوه. عندك موهبه الرسم ما شاء الله. حلوه كانت الروح بالمنتخب. طبعا قبل المباراه. خطة اللعب. لا احنا دائما قبل المباراة. حلوة هاي الروح كابتن. اكيد احنا قبل المباراة دائما نخلق اجواء مرح. بالضبط. تشيل الضغط من الفريق. اكيد اكيد، يعني اكو حتى لاعبين، يعني للامانة اكو لاعبين بعض الاحيان ينضغطون المباراة. ينضغطون يشوفوا خايفين. فبهذه الطرق يرتاح ينسى يضحك. ممكن نشأت بالباص، ممكن هوار، احيانا النور. هو هذه فائده الفريق ان يكون عندك اكثر من لاعب خبره وقائد. بالضبط، هو هذا النقطه اللي اريد اوصلها. اليوم انت كل بس قائد مو متسلط. لا لا لا، قائد للمصلحه. دوره القائد لازم يكون دوره ايجابي. بالضبط، لا اكو قائد اخو متسلطين. الصوره الاخرى. سيد عمان تحياتنا. هاي تشت والله كان ضعيف. اي هو هم كان ضعيف. اي شنو رايك بوجوده بمنتخب الشباب؟ والله الرجل تحارب. تحارب؟ اي اي تحارب وما انطوه الفرصه
يعني خليني أقول لك الحقيقية بالعمل المريح. حارب من الاتحاد لو من ناس خارج الاتحاد. يعني حتى بعض الأشخاص بالاتحاد حاربوه حسب المعلومات اللي عندي. حاربوه حاولوا إنه يعني يترك المنتخب. والله؟ والله. ليش؟ ما أعرف. ممكن عندهم مدربين اللي يخلوهم. شنو رأيك بعقوبته الأخيرة بناء على دعوة الإعلامية منى سامي على لاعبه؟ والله أنا كان المفروض إنه تحل بشيء ودي. ما كان المفروض توصل لهيك مرحلة، لأنه إحنا عراقيين المشاكل نخليها داخلية، ما استوجب إنه تكون خارجية. دائما مشاكلنا إذا كانت خارجية يعني حتى تضر في سمعة العراق وسمعة المنتخب وسمعة اللاعبين النجوم، فكنت أتمنى إنه يعني تحل داخليا. كان المفروض أكو شخصيات مهمة مؤثرة تأثر على الأطراف. إيه نعم، تأثر على الأطراف، تكون أكو جلسة. تعتقد إنه عماد محمد بوجوده بهذه الفترة كمدرب انظلم؟ نعم انظلم. انظلم بفترة، فترة من الفترة. نعم بفترة. طيب الصورة الأخرى، هذه البصرة حلوة، هذه يعني تعرف ايش قد احنا تدربنا قبل هاي المباراة؟ تقريبا 20 يوم. بس يعني عادة الروح الحقيقية انه شفت يمكن ابو علي حبيب هاي المباراة كان ما شاء الله عليه، تحسه لاعب شاب طبعا. وبعض اللاعبين بلغ فريقنا على طارة حبيب، يلا بلغى بلغى ضروري وجوده. اي والله. فهذه المباراة يعني حسستني لل يعني بطولة القارات. اي لانه مثل انت واجهت البرازيل في منتخب الشباب؟ لا موجود؟ لا ما واجهته. ليش؟ انا قبل يوم طلعوني. قبل يوم. قبل ساعات وليس يوم. وكان خروجي ظلم. ظلم. اي نعم. منو طلعك؟ يعني احنا ما نريد نرجع للماضي. لا بس هو رجل اعترف، ما طلع هاي للاعلام، رجل اعترف خطأ فني يعني. لو اداري فني. منو كان مدرب في وقته؟ كان عدنان حمد، وكان مساعد ياسين عمار. عدنان حمد طلعك؟ هسه ما نذكر الاسماء، بس هي بوقتها يعني رجل اعتذر، يعني كان خطأت انا بهذا القرار. يعني كان اكو موضوع انه لازم اجي النادي حتى مساومة. مو مساومة يعني لو توقع هذا النادي وتبقى بالمنتخب، لو ما توقع وتطلع، يعني اكو هيك نوع من الكلام. كان عجيب يعني، من زمان هاي السلوكيات والتصرفات. قبل ساعات. وسبحان الله بهاي المباراة انطرد انصاب جاسم وانطرد كابتن حيدر عبد الرزاق الله يرحمه، وكانوا محتاجين جدا، والشخص اللي اخذوه مكانه كان عن مدرج، ما صار بها توفيق. انت عالميا شو شجع يا منتخب؟ برازيل طبعا. شو؟ وبالاندية؟ بالاندية يعني ناديين، مانشستر وريال. مدريدي؟ اي مدريدي. اي مبروك صاعدين والامور طيبة. طبعا مش مرتاح؟ اكو بعد صورة أخيرة شباب. هذه اللي ضد أعتقد كوريا. أريد أسألك عن ابتعاد هوار عن الوسط الرياضي. هسه انت تظهر بين فتره واخرى، هوار منقطع بشكل كامل. ايش صار لك ما مخابره؟ كابتن علي احنا ما نريد انه نعمق الجراح. يعني هذا انجازاتنا واسمائنا ووضعنا اللي ما حقق اي واحد. تجي تنظلم تقعد بالبيت. هو باسم بعض الشخصيات الموجودة أو بعض اللاعبين الموجودين اللي هم أساساً ما يعملون يعني قصي لولا هاي فرصة الأولمبا أيضاً فترة. لا قصي قصي درب فني. أنا أقصد لك الإدارة. أي الرجل هوار هم يحب العمل مهدي الإداري. فترة قعد، بس أنتوا هسه اللي يريد يحسب كهذا الجيل، مهدي كريم مدير، محمد ناصر شكرون عضو اتحاد، يونس محمود نائب رئيس اتحاد. البعض يعني ما شاء الله. فانتوا اكو فئه من هذا الجيل انضمت؟ اسالك سؤال. أيه؟ يعني الـ 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 الجيل مالتنا اللي هسه عديت الاسماء عملوا بصمه؟ اداريا؟ نعم. والله يعني اذا اقول لك عملوها جاملك، لان لحد الان ما شفت شيء. يعني من لا. اللي عمل دقيقه. يونس شنو بصمته بالاتحاد؟ جاوبني. يعني
حسب يعني الظاهر انه هو صاحب علاقات وقاعد يعمل بشكل كبير بالخفاء حسب اللي قاعد دوس. فانا غير احكي محمد ناصر شكون شنو بصمته بالاتحاد؟ هسه محمد انا ما انت مو سالتني وانا رجعت لك السؤال. اي انا محمد الرجل يعني للامانه ما عنده احتكاك. قل لي شنو بصمه باسم عباس؟ اقول لك باسم عباس راح غير اداره الطلبه واجا وضع خارطه واليوم الطلبه يعيش صار موسمين افضل حالاته وانا قلت لك اياها. صح صح صح. مهدي كريم اشتغل كمدير اداري للمنتخب الاولمبي ونجح والان تجربته بعتيفتيه لكن ان شاء الله ينجح مع الوطني. ان شاء الله. اكو تجارب ناجحه. نعم. بس اكو تجارب كابتن يعني ما شاء الله صادمه لبعضكم لجيلكم. هسه ممكن صلاحياته كان ممكن صلاحياته هذا اللي او الاسماء اللي وانت قلت لي هو مجمد نفسه يعني هو ما فعل نفسه فيستحق ان واحد يعاتبه ويقول له تعال انت نجم وانت تحمل سمعه هذا الجيل ليش ما نجحت؟ عضو اتحاد شو اسوي لك بعد؟ وين اوديك؟ مو؟ وياك باينه اتفق وياي؟ وياك فهذا اللي اقوله. أيوة. بس ضيمه من اشوفكم بعيدين هوار غيره من اسماء هذا الجيل. اي يا اخي انا يا اخي انا مو لوقي ولا قويه هاي لا كلش قويه والله قوية. والله قوية. اقوى تصريح بالحلقه. اي يا اخي انا مو من النوع اللي اروح لفلان واتصل على فلان ولا من النوع اللي اعزم فلان ولا انا رجل عملي رجل جدي رجل ما عندي مجامله اليوم الصحه اسوي ما اركض ورا فلان ولا المفروض هم يشوفون شيء شخصيه يستقطبوها الرجل هوار نفس الشيء هذا سبب ابتعاد هوار او ابتعاد اكيد يا اخي ما يردون شخص يردون يا جامل يردون كل قرار اي صحيح اي صحيح شكرا جزيلا كابتن باسم اتمنى لك التوفيق حبيبي الله سعيدين بتواجدك الشكر موصل لكم مشاهدينا نلتقي غدا سلام عليكم ورحمه الله